لسه دمه موجود. هذا اسمه احمد مرندي، نزلنا اسمه قناة حلب. سيد المرندي يضرب حلب، محيط قلعة حلب، 7/1/2013 أمام باب القلعة. هو هذا الطريق الوحيد اللي الشارع العريض اللي تنزل منه الدبابة، يعني هون والشارع تبع جيمان كبير، غير شوارع ما بتقدر تنزل منه الدبابة. تنزل هون وهي قصر، وهذا أثر الطلقات تبع القناصة وتبع الرشاش اللي عندهم.